السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد هنتكلم فيه عن العربية المستعملة. إيه العربية المستعملة اللي تناسبك؟ ده سؤال محير جدا. أنا النهاردة هقولك اشتري العربية دي بناء على عوامل معينة، أهمها العامل المادي طبعا، وبعدها السيارة المناسبة ليك ولشغلك ولشخصيتك، سواء واحدة ست أو شاب أو راجل كبير حد بيسافر. هنتكلم الأول عن الجزء المادي، ولو في أي أسئلة تحت أمركم في التعليقات. هنتكلم النهاردة عن حبيبتنا اللي بتسترنا وبتوصلنا وبتوصل رحمنا بالأهل وبالميكانيكية، العربيات المستعملة. العربيات باع طويل وكبير، واي حد بيجي يشتري عربيه بيكون في حيره كبيره قوي، لان كل بادجت في عربيات كتير، وانا جمعت كميه عربيات كتيره جدا وسقطت عربيات كتير رغم كده يعني. طيب اشتري ايه؟ بحب ايه؟ انهي احسن؟ النهارده ان شاء الله هرشح لكم في كل فئه سعريه انهي احسن 3 4 عربيات. هبدأ بالعربيات المتينه اللي هي من تحت، اقل فئه سعريه في رينج من 10 ل 30 الف. قدامك اختيارات كتير مش قليله، انا اختصرتها بس في 4 5 عربيات المشهورين اكتر، واكيد في عربيات مشهوره سقطتها بالنسبه لعدد العربيات، عدد العربيات كتير قوي. اكتر عربيه للي بيفكر لسه بيتعلم سواقه او رينج قليل بيفكر في ال 28 وال 27. هروح بيكم لحته تانيه في نفس الرينج، ال 31 وال 32 والريتمو واللادا لوك، وهتكلم في كل عربيه عيوبها ايه ومميزاتها ايه. اول حاجه ال 132 للاسف فيها مشاكل، فيها عيب تصنيع، العربيه ديت متصممه غلط، فبيحصل فيها مشاكل كتير واعطال كتير، وخصوصا ال 2000 سي سي. ال 2000 سي سي ما بتبقاش في العربيات القديمه فعلا 2000، واستهلاكها للوقود وللصيانه بيكون اكتر من العربيات اللي فعلا 2000، فانت واخد مساوئ ال 2000 ومش واخد مميزات ال 2000 في العزم والقوه، ما بتبقاش 2000 2000 يعني، ده العربيات القديمه عامه. فال 132 سواء 1600 او 2000 بالذات ابعد عنها، واعطالها كتيره جدا. تمام. اللادا الاوكا دي عربيه صغيره، فيها ميزه واحده بس، انك انت هتبقى جايب عربيه موديل جديد 2000 2001 2002، فدي حاجه طبعا في رينج 10 15 20 الف، دي حاجه كويسه جدا، بس عربيه صغيره اصغر من الماروتي، 2 باب هاتش باك، موتورها صغير 700 سي سي 750 تقريبا، هي كانت عندي بس مش فاكر الموتور قد ايه بالظبط، 2 سلندر. تمام. جرايه جدا وثابته على الطريق، لكن قليل قوي اللي بيفهم فيها، قطع غيارها جديده عند 2 بس حمدي لادا في شارع دمشق في القاهره، وواحد بس في عزبة شنودة اللي هو عنده عزبة شلبي اللي هو عنده قطع الغيار الاستيراد، فقليلة وصغيرة، فالأفضل إيه؟ بالتدريج من الأوحش للأحسن 28 27 31، فأفضلهم وأكثرهم اعتمادية ال 131، عربية 1600، عربية اعتمادية ثابتة وجودها وبياعة وسعرها في رينج 25 ألف، فعربية كويسة جدا، الموديل هيبقى حاجة و80 86 87 ده رينج العربيات الصغيرة. الريتمو نسيت هنتكلم عليها، الريتمو حرارتها بتعلى، العربية ديت مش اعتمادية، مش كلاك ومش بياعة. تمام. رغم ان هي شكلها حلو. بعد كده نتكلم في نقطة معينة خليك فاكرها، المستعمل لما تيجي تشتريه بتخلي بالك من حاجتين اتنين، انك انت مش هتشتري عربيه بتاعه جري وسفر، انت بتشتري عربيه ب 20 30 الف، فدي مش بتاعه جري وسفر وهلك، دي بتاعه موظف بيروح الشغل ويرجع من الشغل. تاني حاجه صله الرحم كل شويه هتروح عند الميكانيكي، ده المستعمل بصفه عامه، فرق سعر المستعمل عن سعر الجديد انت بتدفعه صيانه، خلينا متفقين على النقطة دي، وكل طبعا كل قاعدة ليها شواذ، ممكن تشتري عربية وقديمة ورخيصة وتعيش معاك وتستحمل،
لكن العام ان العربيه المستعمله اللي هي الموديلات قديمه قوي تمانينات وسبعينات ديت بتروح كتير، بتحتاج صيانه كتير وكل شويه بتروح. ده بالنسبه لاول فئه واحنا فضلنا فيهم ال 131. تاني فئه معانا معلش نسيت حاجه، اهم حاجه تكشف على الدواخل كويس، اهم حاجه الدواخل وان ما يكونش فيه بارومه، وتكشف كويس وتعمل لايك للفيديو. الدواخل ليه بتكلم عليها قبل الموتور وقبل العفشه وقبل الكهرباء؟ لان الدواخل بتتاثر تاثير مباشر عليك. اولا بتعيب العربيه عيب مباشر، ممكن تروح ترخص ما تعرفش ترخص لو فيها مشكله او لحامات في اماكن معينه، ويبعتك لجنه الدراسه وما الى ذلك، وتبقى سوري في الكلمه لبست العربيه. ففيها مكنه، المكنه تتغير تبقى كده بسرعه قريبه. فيها كهرباء هتغير ضفيره كامله عادي، فيها عفشه هتغير عفشه كامله. لكن العربيه لو فيها حاجه في الدواخل ما تشتريهاش، الا لو انت عارف ان انت هتمشي بيها السنتين بتوع الترخيص اللي هم ماشيينها، وانت وحظك بقى رخصت ما رخصتش مش فارقه معاك. واعمل لايك. الفئه الثانيه معانا من 30 ل 45، ودي عربيات احسن بكتير، مشاكل اقل بكتير، اعتماديه اكتر، وتناسب السيدات والشباب. واحسن بكتير جدا من الفئه اللي قبلها. انت فرقت كتير قوي وركبت عربيه قيمه. طيب ممكن اركب ايه بالرينج ده من 30 ل 45؟ هي الكيا برايت هاتشباك بس مانوال، او فيات اونو مانوال برضه، او شاهين. الشاهين عربيه حماله اساسيه وكل حاجه، و 1500 او 1600 سي سي، يعني في منها كذا موتور نازل، بس هتبقى موديل قديم شويه. لكن لو جبت كيا برايت او اونو هتبقى في حاجه و90 لغايه 2000، فدي حاجه كويسه جدا. البرايت اعتماديه جدا، قطع غيارها بتعيش. الاونو عربيه شبابي وشكلها حلو قوي، قطع غيارها رخيصه، والمشكله الوحيده اللي بتعملها الاونو يعني ما لا تكاد تحسب مشكله، ان جوان غطى التكيهات بيسرب، سبته مش هيعمل حاجه، غيرته ب 150 جنيه بتغييره وسلطاته بكل حاجه. تمام؟ لكن العربيه دي ما فيهاش اي مشاكل. اهم حاجه في الفئه الثانيه تكشف على الدواخل والبارومه، تكشف كويس. ال 100 جنيه او ال 500 جنيه او ان شاء الله 1000 جنيه اللي هتخسرهم في الكشف احسن ما تخسر ال 30 40 الف او ال 10 او ال 5000 حتى قيمه العربيه اللي هتشتريها ايا كانت قيمتها. ال 400 500 جنيه اللي هتدفعهم في الكشف هيطمنوك ويخلوك مطمن. تعمل لايك. نطلع بالرينج شويه ل 45 ل 60000. انت كده رحت الحته بتاعه المنظره والفشخره. المنظره والفشخره في المستعمل، اللي بيتمنظر الفشخر مش بمرسيدس، اللي بمرسيدس وبي ام بيبقى ماشي كده واخد جنب وخايف مش على الاكسدام، على الدلايه اللي تحت الحجر. المنظره عندنا والعربيات المحبوبه قوي الجولف 2 والسيات ابيزا، عربيات شبابي قوي والشباب بيحبوها جدا. اهم حاجه تكشف كويس جدا، لان الشباب بيهلكوها حرفيا. انت بتشتري سيات ابيزا اكيد هتشتريها من شاب، او اللي انت بتشتريها منه اشتراها من شاب قبل كده، فطبيعي ان العربيه دي بتبقى متهانه، فانت اكشف كويس علشان تاخد عربيه محترمه، ما تجيبش عربيه اي كلام. الجولف 2 سيات ابيزا قطع غيارهم اغلى بكتير من الكوري والياباني. في اللانوس، اللانوس هيبقى موديل قديم شويه، او عربيه فيها عيب او محتاجه شغل. اي عربيه لانوس يعني انصحك خليها في اخر اختياراتك، عربيه مواصفات الامان فيها ضايعه، فيها مشكله كبيره، بتجيب ركبه. الركبه دي حاجه اللي بتمسك الانطره، ما علينا يعني مش ضروري نخش في التفاصيل. العربيه دي فيها عيب بتفك من بعضيها، الصاج نفسه بيفك من بعضه، فما تجيبهاش الا لو حاله شاذه. في هيونداي اكسل او تويوتا عيون او نوبيرا 1، بس دي موديلات قديمه. تمام؟ افضلهم الجولف 2 والابيزا او نوبيرا 1 ممكن، لكن اكسل هتبقى قديمه شويه الا لو حاله شاذه. هنروح للفئه الرابعه، قبل الزوجه الرابعه، من اول 60 ل 85. دول يجيبوا نوبيرا 2 اوتوماتيك، نوبيرا 2 او فيرنا، بس فيرنا مانوال، فيرنا اوتوماتيك هتبقى اغلى شويه. صاني 2000 صاني 98 99 او لانسر كريستالا برضو 95 97. فيات بونتو او جولف 3.
النوبيرا اوتوماتيك واير بلاش منها، فيها مشاكل كتير. لو هتجيب نوبيرا اوتوماتيك هات نوبيرا اوتوماتيك كهربا، اوتوماتيك كهربا مش اوتوماتيك واير. اوتوماتيك الواير فيه مشاكل. الفيرنا حاول تجيب اوتوماتيك احسن، هتعلى شوية، ممكن 85 تجيب اوتوماتيك، 85 90 هتجيب اوتوماتيك. ولو بتجري بلاش فيرنا خالص، لان هي بتجري حلوة قوي ما بتقفش، فما تجيبش فيرنا لو بتجري. حلوة جدا فئة العربيات ديت للي بيروح الشغل وبيجي وعربية مشاكلها قليلة، يعني هتروح للميكانيكي قليل. للصيانات العادية او لو انت كلت مطب مش عارف ايه، الصيانات العادية. والنوبيرا 2 بتجيب مقصات بس قليل. نطلع بالبونتو. البونتو حجمها اصغر بس شبابية، والصاني حلوة جدا. الفئة اللي بعد كده اللي هي فئة الناس اللي معاها فلوس 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 فلوس، من 85 ل 120 هتجيب افيو، اوبترا، كيا سيراتو اللي هي الشكل القديم، 98 99 برضو، او صاني ان 16 عربية تحفة، كورولا 2005، لانسر بوما، او لانتر الجمل. احسنهم سيراتو، اكثرهم اعتمادية افيو بس صغيرة. اللي يجمع ما بين الاثنين والاكثر مبيعا وارخص قطع غيار حسين صاني ان 16 والكورولا والبوما او الجمل. العربيات ديت محترمه قوي، المصريين بيحبوها. اهم حاجه الدواخل والبرومه تكشف كويس، تعمل لايك. نروح للفئه السادسه من 120 ل 145. الفئه السعريه ديت انت بتحط فلوس مش بس في عربيه على قد ما بتبقى استثمار. العربيات اللي في الرينج ده سعرها ما بيقلش، يعني دايما بتكسب فيها 2000 3 5 لما بتيجي تبيع، لانها عربيه اعتماديه. نيسان صاني ان 17 طبعا اوتوماتيك، كيا سيراتو موديل 2012 مثلا، نيو اوبترا 15 مثلا، تويوتا كرولا 2012 مثلا برضو اللي هي جنوب افريقيا، اكسنت ار بي برضو في نفس السنه دي، او الانترا ام دي قبل شويه 2010 11، او الانترا اتش دي. اقلهم في المواصفات الاوبترا والاعتماديه، الباقيين متقاربين جدا وكل واحده فيها ميزه عن الثانيه. اهم حاجه الدواخل، البرومه تكشف كويس، تعمل لايك. كده شرحنا العربيات من اول 10000 ل 145. يا رب اكون وفقت في الشرح. ما تنساش تعمل خير زي ما عبد الحق بيقول، وتشير الفيديو وتعمل لايك. اعمل لايك.